الله 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 أكبر كبيرا سبحانه مكثة واصيلا. الآن نقارب بكل جد وأدب الآية التالية، أي ستة من هذه السورة الشورى دوكم سرتيش. يقول مولانا ولو شاء، أي الله، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، أمة كلها مؤمنة موحدة، ولا أمة كلها كافرة مشركة. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، إنسول كومينوتي، ولكن مي يدخل من يشاء في رحمته، اللي حبل ربي باش يدخل في رحمة الله فهو ناجٍ، لأنه لم يقترف ذنوبا يستحق بعد ذلك الاقتراف أن يكون من أهل السعير. ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون الزنجست ما لهم من ولي ولا نصير، لا ولي ولا نصير، حتى حد ما مشي يتولى أمرك، وما حتى حد مشي ينصرك وقت اللي أنت ورطت رعب بالكفر والشرك وفساد القول والفعل والإشارات. بعد يقول ربي أما اتخذوا من دوني أولياء، وهذه غلطة كبيرة، تعطي الوكالة في شأنك أنت لغير الله، أو بالشراكة بين الله وأولياء اللي هي من بنات أفكارهم اللي هي ظلمية. أم اتخذوا من دونه أولياء، أي من غير الله أولياء، فالله هو الولي، أو التعريف بالإله هو ولي، هو اللي يحمي، هو ينجي، هو اللي يكرم، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولهذا البعث مش يكون، لأن الله من جملة أسماء الحسنى يحيي الموتى، يقول الميت الآن تنتقل إلى الحياة، شكون مشي يقول لا؟ وربي هو المهيمن على الكل، على خلقه جميعا، قال أحيا أحيا. وسيدنا عيسى في شأنه وقع الكثير من أتباعه بين ظفرين في هذا الخطأ الفادح، قالوا إلي ريسوسيتي إلي فيفون لو فوالا نو دونو نو فوز أبورتون لا بون نوفيل de la résurrection de notre patron Jésus. C'est pas vrai. Tout est, comment dirais-je, mensonger, tout est fabriqué selon la volonté de Satan, le diable, le prince du mal. En aoud, am takhadou min douni awliya, fallahu wal waliyu وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. قادر ربي، يا ناس، يا ناس، ما انتم شبيت تفلت منكم الفكره ان ربي قدير. انت تو في الحاله دي وربي كتب باش الجنه في الجنه، ربي قدير باش يخليك في غيوانك، يقول العام خلوك في ضلالك، شد صحيح كما فرعون، وما اريكم الا ما ارى وانا ربكم الاعلى. رد بالكم يا اللي متعظمين الآن، أنتم أكبر الجاهلين، ما تعرفوش معنا الله على كل شيء قدير. يا ودي كنت في بوحبوحة وربي حب بعد ما أغواك بالمال أو السلطان أو الكلام، حبي بالعنفية بدع بيك، يعذبك في الدنيا قبل موتك، وسكرت الموت تطول، وكل لحظة من سكرت موتك تعتبرها قرون، و نعوذ بالله
من الكيد نكون صادر عن الشياطين، شياطين الإنس والجن. والسلام.